بالنسبة إلى الأمور اللي ثرتها بالاستجواب، أريد أني يعني أتكلم عن بعض الأمور المهمة اللي حكيتها بالاستجواب واللي هي أمور خطيرة جدا. نعم. طبعا أول شيء أنه البطاقات الانتخابية، بطاقة الناخب، أي. فقدت أو سرقت، يعني أقول سرقت داخل مجلس المفوضين. أوف. وإذا أريد أكون أجيبها بطريقة يعني نزوقها للكلمة، نقول فقدت. فقدت. إذا البطاقات الانتخابية فقدت داخل بناية المفوضية في عقر دار المفوضية، تعرف شنو اللي صار؟ أي. من فقدت عطلوا الكاميرات. عطلوا الكاميرا في لحظة فقدان البطاقات الانتخابية. وشنو سووا؟ سووا أمر إداري، هذا لجنة تحقيقية، قالوا ماكو أي واحد مقصر بالموضوع. يعني أنا أريد أسأل الشعب العراقي، إذا البطاقات فقدت داخل عقر المفوضية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء داخل المنطقة الخضراء، والكاميرات موجودة من تدخل المنطقة الخضراء إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وداخل المفوضية، إيش معنى الكاميرا عطلت في وقت فقدان البطاقات؟ هذا واحد. وإيش معنى الأمر الإداري يقول ماكو واحد مقصر؟ يعني شلون واحد ما مقصر؟ فقدت يعني وين راحت؟ وش عجب عاقبته من فقدت البطاقات في منطقة المعامل؟ وش عجب عاقبته البطاقات من انفقدت بنينوى؟ ليش اتخذتوا 8 إجراءات وملاحقات أمنية وسجن وإعفاءات؟ إيش معنى في داخل مفوضية تقولون ماكو تقصير؟ شلون يعني ماكو تقصير؟